في بلد يملك واحداً من أكبر احتياطيات النفط في العالم، يخرج الناس في العتمة غاضبين. في بنغازي والبيضاء شرقي البلاد انطلقت تظاهرات احتجاجاً على الانقطاع المتكرر للكهرباء وتردي الأوضاع المعيشية والفساد. الوضع راهو سردونا، ما عادش خلونا ناكلوا، ما عادش خلونا حتى نحصلوا فلوس من المصرف. عاد في بنزينة، عاد في نافتة، عاد في كهرباء، حتى نحن مع تدمنا مع شوية. الاحتجاجات اتسعت رقعتها بالرغم من تمديد حالة حظر التجول الذي اتخذه المجلس الرئاسي الليبي في وقت سابق. يحدث ذلك على وقع اختتام جلسات الحوار الليبي في المغرب بين أعضاء وفدي المجلس الأعلى للدولة وبرلمان طبرق. البيان الختامي تحدث عن أجواء ودية أفضت إلى التوصل لاتفاق شامل بشأن المعايير والآليات المتعلقة بتولي المناصب السياسية في المؤسسات الرقابية الليبية. وتزامناً رحبت الأمم المتحدة بنتائج المشاورات التي جرت بين عدد من الشخصيات الليبية في مونترو سويسرية. وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك إن البعثة الأممية في ليبيا ستطلق قريباً الترتيبات اللازمة لاستئناف منتدى الحوار السياسي الليبي الشامل.